مرحبا. اليوم نحكي نبذة مختصرة على تفدي عند الرجال. التفدي عند الرجال هو زيادة في فعالية الشحوم حول الغدة الثدية عند الرجال مع بعض تضخم في الغدة تصير في مراحل من العمر خاصة عند فترة البلوغ. بس بعض الأحيان المفروض ترجع إلى حجمها الطبيعي، بس بعض الأحيان تبقى كبيرة. علاج التثدي عند الرجال جراحيا في المستشفى عملية شفط الدهون اللي هي موجودة في منطقة الصدر، تنشفط وتجي معها يعني أكثر الأحيان الغدة لأن تكون لينة فتطلع مع الشفط. بعض الأحيان في حالة أنه الغدة متليفة ما تطلع بالشفط، فيراد أنه نفتح فتحة صغيرة حول الحلمة ونطلع الغدة الثدية جراحيا. العملية طبعا تجرى في المستشفى تحت البنج العام، تستغرق تقريبا 50 دقيقة. المريض بعدها يبقى بالمستشفى حوالي 4 ساعات ويروح للبيت. ما حتكون مؤلمة، شيء بسيط بالمسكنات يمكن يسيطر على الألم، بس لازم المريض يلبس المشد لمدة 6 أسابيع حتى يساعد الجلد أنه ينكمش ويحصل نتيجة ممتازة.